السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موقع عربي ممتاز جدا في الذكاء الاصطناعي وقريب من شات جي بي تي، وبالذات لو بتتكلم معاه في الحاجات العربي هتلاقيه ممتاز جدا. ممكن تيجي هنا تختار بقى انا عايز عربي جي بي تي، بتتكلم مع الذكاء الاصطناعي ويبدأ ان هو يجاوب على الأسئلة بتاعتك. في أدوات خاصة للشركات، في كاتب محتوى يعني تديله العنوان وهو يبدأ ان هو يكتب لك حاجات كتير جدا، ممكن يعمل إسراء للمحتوى. ممكن مثلا تكون انت بتحضر محاضرة فهو يبدأ يجيب لك المواضيع بحيث ان انت تبدأ تنسقها وتتأكد من المعلومة قبل ما تقول المحاضرة. هنا قسم الميديا ان انت تحول التكست اللي انت عايزه لصور، وعلى فكرة كاتب المحتوى ممكن برضو انت بتعمل الحاجة يبدأ يحط لك صور. قسم المطورين لو انت عايزه يفيدك في موضوع البرمجة. طيب خلينا نشوف أدوات الكتابة. زي ما انت شايف تقدر تكتب نصوص، تقدر تكتب محتوى للشركات، ممكن تعمل اعلانات، ممكن تقول له مقال حر، ممكن تدي له موضوع وهو يبدأ ان هو يبسطها لك، ممكن تقول له انا عايز المقالة دي تكتب لي مقالة تانية زيها، اوجد لي النقاط الرئيسية في مقالة كبيرة. طيب قسم الميديا هنلاقي فيه ادوات الصوت والفيديو والصور. الصور ممكن تديله تكست ويحولها لك لصورة زي ما شفنا مثلا في ميدجورني. في تحسين الصورة، لو الصورة مش واضحة ارفع الصورة هو يبدأ يحسنها لك. في سكتش يبدأ يحولها لك لصور، ممكن إزالة الخلفية، ممكن تديله صورة وهو يبدأ إن هو يعيد لك تصميم للصورة ديت، يشوف إيه العناصر الرئيسية زي الحوايط، الأبواب، الشبابيك ويثبتها، وبقية العناصر يقدر إن هو يبدلها. ممكن تغير الخلفية أو تشيل الخلفية أو تكبر الصورة، كل ده في موقع واحد. ممكن هنا بقى تعمل تكست، تديله تكست وهو يحولك لصوت أو العكس، أو كلمات يحولك لموسيقى، أو يفصل لك الصوت عن الموسيقى، أو يحسن لك الصوت. أدوات الفيديو ممكن تديله نص وهو يبدأ يعمل لك فيديو بسيط لمدة مثلا 3 4 ثواني. ممكن في فيديو يبدأ يشيل الخلفية وتبدأ انت تركب الخلفية بعد كده، ممكن يبدأ يعمل لك زوم في قلب الفيديو. أدوات الشركات ممكن تساعدك بقى في إدارة الأعمال، يبدأ يعمل لك تحليل تنافسي، ممكن يقول لك يعمل لك خطة أعمال، ممكن يعمل لك عروض للبيع، ممكن يعمل لك استراتيجيات لتطوير المنتج، الإنتاجية، المبيعات، كل دي إمكانيات ممكن إن هو يعملها لك. محرر النصوص، ممكن تكتب النصوص اللي انت عايزها وهو يبدأ يعدل عليها، يعيد صياغتها. فدي ادوات حلوة جدا والموقع عربي، فهيبقى مفيد جدا ان احنا نستخدمه ان شاء الله.